أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيت القصيد. أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله. ضيفتنا لهذه الحلقة وقفت بين بستاني الشعر والنقد، في الأول أبدعت وفي الثاني أقنعت، ولا تزال وفية لمبدأ الكلمة، لموقف الحرية ولكل حرف ينتصر للإنسان. مشاهدينا الأعزاء، نرحب بالشاعرة دكتورة نبيلة الخطيب من الأردن. حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا بكم وشكرا لكم، شكرا للرافدين وشكرا لك أنت أيضا وللجميع وللمشاهدين. أستاذة نبيلة، نحن الآن أو دكتورة نبيلة نحن الآن في مرحلة الإقلاع، بعد قليل صوتك من المؤكد أنه سيرتفع مع حماسة الإلقاء وجمال النصوص التي ستقرئينها علينا، ولكن قبل الذهاب إلى القصيدة الأولى أريد توطئة قصيرة بدقيقة أو دقيقتين، من خلالها تقدمين نفسك للجمهور العراقي الذي يتابعنا ولعموم الجمهور العربي، وأن كنت أعرفك على المستوى الشخصي، لكن لابد من معلومات معينة قد يكون أو قد تكون غير منشورة وغير منتشرة وغير معروفة، وأنا أوان كشفها، تفضل. للجمهور العراقي، نعم، أول قصيدة نشرت لي في الأردن أو في الصحف هنا في الأردن، طبعا هناك، نعم، يعني ما نشر لي في فترة الطفولة كانت للعراق، عظيم، بعنوان النصر نصرك يا عراق، وهذه كانت أول ما نشر لي. نحن نحب الشعب العراقي، ونحن في فلسطين، يعني عندما كنت في الطفولة كنت أستمع، وأنا طفلة كثيرا، يعني ما زلت في السنوات يعني الأولى من المرحلة الابتدائية والإعدادية، أستمع إلى شاعر عراقي اسمه حسين حمزة، وكان يتكلم أو يعطينا شعرا باللهجة العراقية المحببة، وكنت أحفظ بعض ما كان يقول، فتعلقت بهذا الشعر، بالشعر العراقي وباللهجة العراقية، وأيضا بالشعب العراقي المعطاء الذي يعطي الحضارة حضارة، فهو شعب يستحق الاحترام. صدقتي دكتورة نبيلة، حدثينا عنك قليلا الآن بحدود المعلومات. أنا حدثتك المعلومات عن نفسي عندما تحدثت عن العراق. حدثتك عن نفسي عندما حدثتك عن العراق، إجابة ممتازة وفيها من سرعة البديهة ما فيها، هكذا أنت في الإجابات والنقاش، ترى كيف ستفاجئيننا بالشعر. إلى أولى القصائد من هذه الدواوين الكثيرة ما شاء الله، والتي الله سنأتي فيك على الحديث عنها بعد قليل. سنتحدث عن كل ديوان من هذه الدواوين في إثر كل قصيدة تقرأينها، تفضل. إن شاء الله. هو ديواني الأول حتى لا، نعم، يعني أهضم حقه. هذا ديواني الأول، صبا البذان، هي نسخة صبا البذان، نعم، هذه طبعة وزارة الثقافة. لنوضح للجمهور وعوام الناس ما المقصود بالبذان. لذلك أنا أردت التكلم عنه. البذان هي قرية غاية في الجمال قرب مدينة نابلس، جميل، في فلسطين، نعم، وهناك عشت وهناك تنفست الهواء وتنفست الشعر. الذي يعيش في البذان إن لم يكن شاعرا فسيكون في داخله شاعر الله كامل، فهي تخلق الشعر والشاعر، تصنع الإبداع والإلهام، شلالات الماء، الأغصان الملتفة، الطيور الغريدة من شتى الأنواع، منطقة هي جنة وضعها الله في الأرض، يعني جنة قطعة من السماء أنزلها الله على، يعني هي جنة من جنان الله، ربنا قادر على أن يعطينا جنان في الأرض، هي جنان يعني أيضا جنة السماء ما لا عين رأت، يعني أحسنت يا دكتورة. إلى القصيدة، نعم، فهي يعني قريبة من مدينة نابلس وعشت فيها يعني طفولتي، هذه القصيدة، هذه المدينة أو، نعم، هي قرية، القرية، قرية البذان، قرية البذان، وهي، نعم، نعم، لكن هي في الحقيقة الآن أصبحت قبلة للسياحة. هذا عن البذان، لكن الآن أنا
ممكن أن أقرأ لكم. تفضلي. بعد عودة يعني بعد غياب طويل، يعني عدت بعد غياب طويل، وأول ما جلست وسلمت على الأهل تركتهم وذهبت إلى الشلال. أنا مشتاقة للأرض وللمكان كما أنا مشتاقة للأهل. فوقفت وجدت الشلال منتصبا أمامي وقد يعني غمرني حنينا وشوقا وبهجة باللقاء، كما لو أنه يصافحك، بل يضمني. الله. ضمني الوادي إلى الصدر الحنون، فهم الدمع وأسبلنا الجفون، والعصافير تنادت هذه معشوقة العناب عادت، فافرحي يا كل أشياء المكان. صفق الريحان وانساب الغدير معلنا للكون أن حان اللقاء، ضمني شوقا وما أحلى اللقاء. هذه أرجوحتي رقصت على الأغصان نشوى بعد صمت وسكون، طفلتي عادت إلي، آن لي أن يحتويها حضن قلبي مرة أخرى. فمرحى زغرد الصفصاف أهلا، إنني هيأت عشا بين أغصاني، تعالي واسكنيني. الله الله. والعناقيد التي نزت نبيذا من جراحات الليالي أمطرتني قبلا، أعلن الوادي احتفال الأنس، بل أعلن الوادي احتفال الإنس والجن ابتهاجا باللقاء. الله. أقبلي يا بهجة الأيام في هذا المساء، أمطرينا يا سمينا يا سماء، واجعلوا الماء رحيقا وحصى الوادي عقيقا. واجعلوا الماء رحيقا وحصى الوادي عقيقا واجعلوا الأسبوع يزهو في مساء الأربعاء. جزء من القصيدة طبعا. لماذا جعلت الأسبوع زاهيا في مساء الأربعاء تحديدا؟ هل كان توقيت الزيارة؟ حيث وصلت إليهم، حيث كان الوقت في مساء الأربعاء. إنه الأربعاء الأجمل، إذن لذلك كان يستحق أن يوثق في مثل هذه القصيدة وأن تضمه جنبات هذا الديوان. كلمينا عن هذا الإصدار قليلا دكتورة قبل انتقالنا إلى قصيدة ثانية وإصدار آخر. هذا الإصدار الأول ضم بعضا من قصائدي الأولى التي كتبتها. نعم. كانت قصيدة رائية المواجع، هذه الرائية تجاوزت 100 بيت، وكانت رائية المواجع. نعم. هذه القصيدة تحدثت عن مواجع ليس الوطن العربي فحسب، بل مواجع الإنسان. يا الله. سألوني عندما كتبت هذه القصيدة كم كان عمرك، قلت لهم 1000 عام. يا الله. نعم. كان يعني القصيدة نزلت علي بشكل تلبستني إلى درجة أنني كنت أكون في طريقي إلى الجامعة، فتهجم الأبيات، أركن السيارة إلى اليمين، أكتب لأنني إذا لم أكتب سأنسى، ثم أذهب، أصل متأخرة، يقول الدكتور لماذا، أين كنت، كذا. عندما يعرف أن هناك قصيدة قال، وكان عراقيا، قال زين بشرط نسمعها وتأخري كما تريدين. زوجي حدثني بأنني كنت أهدي شعرا وأنا نائمة. هذه القصيدة سيطرت على الوعي الخارج والداخل، وعلى اللاوعي أيضا. اللاوعي سيطرت عليك بدليل أنك لدرجة سبحان أنني الله. نعم. تكتبين الشعر فطرة وسجية كما لو أنك تتنفسينه مثل الهواء وتتناولينه مثل الماء. نعم. ما شاء الله عليك دكتورة. طبعا هذه قصيدتي الأولى في الديوان. نعم. في ترتيبها في الديوان وليست. نعم. قصيدتي الأولى من حيث الكتابة، ثم كتبت قصائد مختلفة اخترت منها مجموعة ونشرتها في. نعم. هذا الديوان، وأرجأت البقية إلى وقت آخر. جميل جدا. يعني طيب دكتورة، قبل ما ننتقل لسؤال لقصيدة أخرى وحديث عن إصدار مختلف، نذهب إلى سؤال مختلف أيضا عن فكرة الموقف في القصيدة. هل الشاعر فقط يدون المواقف التي يحث من حوله من القراء ومن حوله من أبناء شعبه، يحثهم على التمسك بهذا الموقف، هل هذه مهمة الشاعر فقط، أم أنه فرض عين عليه أن يتخلق بهذا الموقف حتى يصدقوه؟ الموقف
يؤثر على الشاعر ويترك في نفسه حاجة للتعبير. نعم. بشكل أو بآخر لكل شاعر أسلوبه. نحن دائما أقولها، لا نكتب ترفا ولا بذخا، نحن نصرخ شعرا. يا الله. نحن نعبر عن ذواتنا وعن تأثير ما حولنا بنا. هل دوركم يقتصر على التعبير فقط؟ أنا أقول، ألا تطمحون إلى ما هو أبعد من ذلك؟ أنت تعرف الحياة، كل الحياة، الفكرة، الأفكار، الدين، الخلق، الجمال، هو كلمة. نعم. كلمة، اقرأ. فنحن نتواصل بالكلمات، نربي أبناءنا بالكلمات، نغضب بالكلمات، نقاوم بالكلمات. كلمة، هلأ مقاومة الدم التي تكون، نعم، في يعني هذه مقدرة، ولكنها أيضا تصاحبها الكلمة وتسبقها الكلمة. إذا كان لميدان الدم رجال فإن للكلمة، نعم، رجالا أيضا. أنت مجرد أن تعلن عن موقفك بالكلمة فأنت أصبحت صاحب موقف، وبهذا أعزز نفوس الكثيرين ممن، نعم، يستطيعون أن يخوضوا تجربة نصرة الحق والمبدأ في شتى الميادين المختلفة. صحيح. كل حسب تخصصه. وهذا ينطبق على الرسالات السماوية. فعلا. كلمات. فعلا. هل نزلت رسالة بالسيف؟ هي كلمات. وبدأت بإقرأ. إذن اقرأ. فنحن رسالة الكلمة. نعم نعم، الكلمة هي الموقف. لكن أين يكون العار؟ وهذا ليس له علاقة بالأدب، عندما يعني ينادي بعضهم بمبادئ معينة ثم هو ينهج، ينقلب عليها، ينقضها، ينقلب، يتنصل منها، يعني أو يتصرف بما يناقض ما قال. أحسنت. لما تقولون ما لا، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بالفعل. فهذا أيضا من الخلق الإنساني والديني والمروءة والأخلاق والجهاد، أن يعني نلتزم بما، نعم، نقول ونطبقه أو نطبقه حتى نكون فعلا أهلا لهذه الكلمة. نعم. إلى كلمة جديدة. إلى كلمة جديدة. شو اسم الديوان؟ هذا من أين أبدأ؟ سنة كم طبع، أو الفكرة أو الإلحاح اللي فرض نفسه عليك حتى شكلت هذه المجموعة؟ هذه مجموعة، لأن كل مجموعة أكيد لها إلحاح معين. نعم. جمع قصائدها بين دفتي كتاب. هذه مجموعة فيها قصائد فازت، جميل، يعني فازت بجوائز دولية. إذن هو ديوان احتفالي. وأيضا هناك قصائد أيضا من أحب قصائدي إلى نفسي، حتى لو لم تفز فهي قصائد فازت، لكنها فازت بمحبتك، نعم، لها، فوضعتها بالديوان، وهذا بحد ذاته فوز. يحب قصائد جميعها، لكن أكيد هناك قصائد لها يعني يكون يحب أن يقرأها على الناس. صدقيني يا دكتورة، في بعض نصوص شعرية تقدمت بها إلى بعض مسابقات وفازت، ونصوص تقدمت بها لم تفز، والله الثانية قد يكون بها ما هو أحب إلي من القصائد التي فازت. صحيح. تفضلي اقرأي علينا. لأننا تحدثنا عن البادان. نعم. وأنا لا أحب أن أتكلم عن مناسبات القصائد، لكن هنا لأربطها بالبادان. نعم. استثناء لك ذلك، تفضلي. في البادان قلنا كانت الخضرة والماء والجمال وكان يحيط ببيت والدي حقل من الزنبق. يوم رحت يوم الأربعاء. نعم. نعم، تفضلي. فحتى في حياتي كلها يعني أذكر حقلا من الزنابق، وكان يأتي عصفور يرتشف الرحيق من الزنابق. يا الله. فاعتدت عليه وحفظت صوته، رفيق الطفولة. ذهبت إلى عمان بعد 20 عاما، أحضرنا زنابق متفتحة في الحديقة. بعد نصف ساعة سمعت ذلك الصوت، خرجت إلى الحديقة فإذا بالطائر يرتشف الرحيق من الزنابق ولم أره قبل ذلك. يا الله، قدر فهدى، مشهد مؤثر. فأنا عندما يعني رأيت، ذكرك بأيام الطفولة، عندما رأيت هذا المشهد يعني قمت متسائلة، قلت له ماذا أتى بك؟ قال الوجد والوله. الله.
فطرت سهوا وخلت الكون لي وله وله. وكيف تقبل والأيام غادية علي تحمل طيف العمر أوله؟ أبعد هذا الفراق المر تذكرني؟ أبعد هذا الفراق المر تذكرني؟ من أبرم الوعد في حين وأجله؟ أي والله يخل طيفك لم يبرح ذرى أملي، وكلما مس قلبي اليأس أمله. أين الخصور إذا ما الصبح زنرها ونضرة الفل حين الطل بلله؟ الله الله. حقل من الغيد لون العيد منتشيا لكل قد هوى في البال ميله، وكل خد بوهج الشوق ملتهب يزداد ذوبا إذا المحبوب قبله. الله. عرائس الزهر بالأثواب رافلة في سندس مونق بالحسن كمله، لكنها الريح تلهو فيه قاصدة وكلما اشتد فعل الريح أخجله. وكلما اشتد فعل الريح أخجله. إن أبطأ النسمو والأفنان ناعسة تراه هب رفيفا كي يعجله، يصابح الزنبق الغافي فيوقظه، يطوف بالذكر حيث السحر أذهله، يظل بالورد مفتونا يظل به. يظل بالورد مفتونا يظل به. يظل بالورد مفتونا يظل به، وإن سقته عيون الورد ظل له. الله. فيرشف العمر من ذاك اللمع عبقا، سبحان من صبه خمرا وحلله. إلى أن أقول مش لن أطيل. أكملي القصيدة، يعني أخشى أن. كم بيتي؟ يعني سأقرأ من آخرها. لا بأس، تفضلي. حين ارتدى خضرة الأفنان دكنتها توشح الظل أعطافا وأسدله، يفر كالآه إما الوجد أطلقها، يرف كالقلب إما العشق سربله. يا الله. يرقي جراحي فلا ألقى لها أثرا، كم عل قلبي في لمح وعلله. الوقت أرسل قرص الشمس يوقظنا، فأسدل الليل أستارا وأغفله. فعدت أسأل علي لست حالمة، ماذا أتى بك؟ قال الوجد والوله. ماذا أتى بك؟ قال الوجد والوله. وما الذي يأتي بك إلى فلسطين التي تحبينها ويؤجج نيران الشوق بين الفينة والأخرى؟ هل الشوق والوله فقط؟ الوجد والوله. أم أن هناك شعورا ما محدودا مثلا بتأنيب الضمير، البعد عن هذه الأرض التي تستحق أن ننعجن في ترابها وأن نثبت فوقها لنثبت أننا الأحق بها؟ نعم، أنا الوجد والوله. أنا أينما ذهبت فلسطين في القلب، وعندما أخرج من فلسطين أخرج لأعود إليها. جميل. وعندما أعود إليها أسمع، صدقني، كل الطريق والصخور والأشجار تناديني وتقول لي أنت جزء لا ينفصل، جزء لا ينفصل من تراب الأرض. نحن فلسطين مادتها وأنت وهواؤها. ابنة فلسطين، أنت تعرف كم يحز في النفس أن يوقفك غريب على الحدود ويطلب منك إثبات. إثبات، وأنت تدخل إلى بيتك، أنا قادمة إلى بيتي، كيف، من أنت ومن أين جئت؟ الغريب والمحتل يضع ختمه. نعم. على جواز سفر فلسطيني أو أردني. نعم. أو عربي، سميه ما شئت، يضع ختمه ليسمح لنا أن ندخل إلى بلادنا. نعم، يعني من أنت حتى تسألني في التاريخ كهذا؟ نعم. القهر. نعم. الآن نحن نعيش في الأردن، وهذه كلمة حق. تفضلي. الفلسطينيون الذين يعيشون في الأردن هم يعيشون في بلد أصبح بلدا لهم، ليس بديلا عن فلسطين، ولكن الأردن وفلسطين بلد واحد. أنا أقول تشعري أنه مزيج، قلادة النهر. نعم. امتداد ترابي واحد، جغرافي واحد، الهواء يشبه الهواء،
الأرض، التربة، الأهل، المصاهرة، اللغة، الطريقة بالتحدث، التوأم. على فكرة هناك توأم حتى في المدن. أنا عندي مثلا، إحنا من نابلس، منطقة نعم. نابلس، نابلس والسلط بينهما توأمة، ومعظم أو كثير من العائلات في السلط هم من نعم. أصل نابلسي. أذكر يا دكتورة نبيلة أني كنت في شوارع عمان قبل حوالي 3 أشهر أو 4 رفقة الشاعر جاسر لبزور من الأردن، فأنا أقول له سبحان الله، أتحرك يمنة ويسرى أجد الجميع يتحدث اللهجة الفلسطينية تماما هي اللهجة الأردنية، لا فرق أبدا. هذا ما قلته نعم. له. حتى أنا عندما نعم. أسافر دائما يعني أقول البلاد طلبت أهلها نعم. يعني أشتاق للعودة إلى الأردن أيضا. أكيد أنا طبعا. أحب الأردن. ونحن العجيب بهذه القصة نعم. أنه كنا ماشيين فكان هناك رجل يقف ويكلم رجلا آخر، هم يتحدثون ونحن نعبر من الطريق، فقلت له أمر غريب هذا حقا، فسمعنا من الرجل يقول لصديقه في موضوع آخر يا رجل ما في بيننا فرق، وكملنا أكملنا الطريق، فقال لي جاسر أترى يا راجل ما في بيننا فرق. وهذا فعلا. حقيقة إحنا عايشينه، مش بس بنشعر فيه نعم. إحنا عايشينه. يمكن المواطن هو مواطن فلسطيني في بلده في الأردن، سواء كان في الأردن أو فلسطين لا فرق. أحسنت، لا فرق، لا فرق حقيقة. وطن واحد نعم. وشعب واحد، ونخاف على الأردن كما نخاف على فلسطين. أنا يعني هذا من قبيل أقولها الوفاء دائما والانتماء، وأقولها وأنا في يعني أحيانا يعني حتى تطفر الدمعة من عيني من خوفي على هذا البلد ومن حبي له، ومن شكرا لله أنا نعيش حياة آمنة. أنا درست الدكتوراه في اليرموك، جامعة اليرموك في إربد، وكنت أذهب بسيارتي في فصل الشتاء أصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا للسفر في الجامعة، ثم أعود إلى عمان. والله لا أشعر برجفة خوف، الطريق آمن وجميل، ويعني هناك طمأنينة ارتياح. الله يديم، خاصة إحنا اللي بنحس في هذا الموضوع آمين. اللي عشنا في فلسطين نعم. واللي عرفنا من تذوق مرارة الألم والغربة ووجع الاحتلال نعم. ماذا 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 يعني أن تخرج في الليل وتشعر بالأمان كل 3-4 كيلو في دورية، ما في خوف، لكن يعني الأمن موجود. هذا يشعرنا باللي حرمنا من نعمة الأمن في فلسطين، شعرنا بقيمة هذه النعمة هنا في الأردن. حتى وإن عوضكم الأردن هذا الأمن والأمان، فإن الأردن وأهله لهم في فلسطين امتداد حقيقي من حيث النسب، من حيث اختلاط الدم هذه الأرض، رواها الشعبان الأردني والفلسطيني وكل الشعوب العربية، لكن ربما بحكم القرب يعني نجد الشعب الفلسطيني ينحاز انحيازا إيجابيا إلى جانب شقيقه الشعب الأردني، ولا بأس في هذا. أبي كان في الجيش العربي، أبي نعم. كان في الجيش العربي في الجيش الأردني. الله نعم. يعني خذينا إلى قصيدة عربية محلقة جديدة الآن، وقبل أو بعد ذلك سنتحدث عن الإصدار الذي يحتضن القصيدة الجديدة. تفضلي دكتورة نبيلة. والله أنا لما فتحت القلب والأبواب، الله، سار الحبيب على ثراك فطاب، الرمل تحت خطاه لألأه السنا، والنور عم من الديار رحابا، هذه المرابع شاهدت أنواره، سلها تجدها شاهدا وكتابا، قد لنت حيث اللين أصبح منهجا، حتى خصومك أصبحوا أحبابا، حتى خصومك أصبحوا أحبابا. يا أهل طيبة طيبون كطيبها، وجمعتم الأفضال والآداب، الناس من كل الفجاج عواشق، مهما نأوا ليسوا هنا أغرابا، قد ضمهم بيت الحبيب بإلفة، بين العباد أثارت الإعجاب، القادمون تحثهم أشواقهم، كل يسابق للوصال ركابا، والراحلون تذيبهم أحزانهم، كل يمني ناظريه إيابا، الله،
والآهلون والآملون والآملون يكابدون جهودهم ليطوعوا في وصلك الأسباب. أنعم بطيبة فالطيوب نسيمها، أنعم بها نخلا حصن وترابا. أنعم بطيبة فالتراب نسيمها، أنعم بها أهلا. أنعم بطيبة فالطيوب نسيمها، الله. أنعم بها نخلا حصن وترابا. حسب الذين تأمها أرواحهم يلقون في صدق القلوب ثوابا، يلقون أوزار الحياة ببابها، يتطهرون ويعقدون متابا. مجددا، حسب الذين، حسب الذين تأمها أرواحهم يلقون في صدق القلوب ثوابا. عظيم. يلقون في صدق القلوب ثوابا، يلقون أوزار الحياة ببابها، يتطهرون ويعقدون متابا. لئن المدائن بالضياء تزينت فلأنت نورك يبهر الألباب. لئن المدائن بالضياء تزينت فلأنت نورك يبهر الألباب. ما أجمله من بيت ختام يحمل القصيدة على جناحي نصر لا يساوم على أرضه. ينزل ليشرب من مياهها ويخبر أبناءه إن له جذورا في تراب فلسطين لا تنفصل، وحتى لو قطعت وبترت فإن برعما من أعماق الأرض سيثور. وهنا احنا نحن انتقلنا من فلسطين الى طيبة. احسنت. الى المدينة المنورة، لانها المدينة المنورة فنورها يبهر الالباب. احسنت. المدائن تتزين بالانوار بالاضواء فعلا، لكن هي منورة اصلا، هي منورة لا تحتاج الى الاضواء لتصبح منورة، هي منورة بنور الله. احسنت. بنور أحسنت ساكنها الذي بالفعل وضعه الله فيه عليه الصلاة والسلام. وكل النور في جميل قصائدك، لكن لابد من استراحة قصيرة الآن، ما رأيك؟ نعم. إلى فاصل قصير أعزائنا المشاهدين الكرام، نذهب إلى هذا الفاصل، بعده نواصل، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايل سات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم من جديد. ولمن التحق بنا في هذه اللحظات، معنا هنا في الأستوديو الشاعرة الدكتورة نبيلة الخطيب من الأردن. حيا الله دكتورة نبيلة مرة أخرى. ومجددا الحديث الآن عن الديوان الذي بين يديك، اسمه وسبب طباعته ونوعية النصوص أو شكل النصوص التي يستوعبها بين دفتيه. هذا ديوان ومض الخاطر. ومض الخاطر هو عبارة عن ومضات قصيرة، رسائل، هي الومضات قصيرة بحد ذاتها، رسائل تشكل يعني فكرة مكثفة. نعم. تشكلها فكرة مكثفة، أو هي تعتمد على يعني مبدأ الومضة في الفكرة، تعطي يعني من أهم ما يميز هذا الديوان أنني استطعت أن أضعه مثلا في جامعات، في مكتبات، أهديته لمكتبات غير عربية، فكان سهل الترجمة. وأجريت يعني دراسات، ليس دراسات عادية، وإنما هناك رسالة ماجستير، رسالة دكتوراه أجريت بسبب هذا الديوان. لا. لأنه كان في جامعة في باكستان، ما شاء الله، جامعة زكريا ملتان، رسالة دكتوراه.
أيضا هذا قاد إلى المزيد من الرسائل. طبعا أيضا أرسلت مجموعة من دواويني، وأنا أرسل دائما أضع دواويني في المكتبات، مكتبات الجامعات تكون متاحة بين يدي الباحثين، وهذا ما جعل هناك رسائل أكاديمية عدة متميزة قد تجاوزت 10 رسائل أو بهذا الرقم تقريبا. نعم. ما أنجز منها، وهناك رسائل لم تنجز بعد، يعني هذا كان بفضل حرصي على أن أوصل عملي للطلاب، يعني أعمالي للباحثين. نعم. قبل الذهاب إلى قصيدة جديدة، كيف أصبح التحول من الشعر إلى النقد؟ أم أنك مزجت بينهما؟ أظن أن تجربة دكتورة نبيلة الخطيب تقوم على التمسك بكليهما معا في آن واحد، لكن لا. إلى أيهما تميلين أكثر؟ أم أن مثل هذه المقارنة لا تصح باعتقادك؟ هو الشاعر بطبيعته ناقد، أول من ينقد النص شعر هو الشاعر نفسه، لكن النقد يعني المنهجي يعني يحتاج إلى امتلاك أدوات وتقنيات. نعم، أنا كانت دراستي، يعني بدأت شاعرة، ودراستي الدراسات العليا كانت في مجال النقد الأدبي، النقد الحديث يعني، ولذلك كان الكتاب يعني هذا مثلا نعم في النقد الحديث في شعر محمد القيسي، شعر محمد القيسي في ضوء جماليات التلقي، قراءة في أفق التوقع، ما شاء الله. نعم. الآن في المطبعة كتاب هو الأحب إلى نفسي على الإطلاق بين الشعر والنثر، وهو جماليات الخطاب وجدلية المكان، مراوحة بين التأثير والتأثر. طبعا التطبيق كان على قصة يوسف عليه السلام، وليس سورة يوسف، قصة يوسف نموذجا، قصة يوسف ثرية جدا بالقصة لا السورة، هي السورة كلها داخلة في الدراسة، لكن هو الحديث عن القصة، لكن آيات المقدمة وآيات التعقيب لها يعني وجودها، لكن هي الأصل من أجل القصة. قصة يوسف ثرية جدا بالخطاب بدرجاته والمكان بجدليته، من الاتساع للضيق للوحش للغربة للأنس للقصر فعلا هناك أماكن متعددة. فهذا الكتاب يعني هو جزء من نفسي، الآن هو في المطبعة، وكان يفترض أن يكون أنجز لآتي به بنسخ، لكن للأسف تأخروا قليلا، فقلت لا بأس يعني في وقت آخر إن شاء الله تعوض لاحقا. لا بأس، أكيد. نرجو لك كل التوفيق بمشوارك الشعري ومشروعك النقدي. إلى قصيدة الآن جديدة، يعني اشتقنا نسمع الشعر من يعني مختلف. نعم، قسمة. وما قدمته هي مختلف أكيد، لكن مختلف بالنسبة لك، شيء تريدين أن تفاجئ المتلقي به الآن. نعم. ترى ما هو شكل النص الذي ستختارين؟ تفضلي. لنبدأ واقعية. إلى الواقعية. واقعية. كي لا يتمادى الأبيض، كي لا يتمادى الأبيض في عيني، أسيجه بالكحل. قسمة. هذه ومضات. الدودة في حوصلة الطير غذاء، وأنا في حوصلة الأرض غذاء للدودة. يا الله، قاسية هذه، وإن كان فيها من الحكمة ما فيها هذا الإنسان المتجبر، لأنها عميقة. نعم. لأنها عميقة جدا. خذينا إلى قصيدة ألف على ألا تكون صادمة صدمة الدودة. قشرت الفاكهة وقدمت له اللب على أطباق ذات بريق، لم يتذوق سكر فاكهتي، لم ينظر حتى في وجهي، لكن نظر إلى القشرة وابتلع الريق. يا الله، نظر إلى القشرة وابتلع الريق. خيبة
وقلت أيا نفس قري فإني وربك آنست نارا ورفرف قلبي ابتهاجا وطارا فما زادني القرب إلا ضياعا وما زادني البعد وما زادني السعي إلا خسارة وما زادني السعي إلا خسارة. جميل. نعم، هذه ومضات شعرية، يعني هي خذ هذه مثلا. دهشة، يدهشني من يحذر لسع النحلة ويبيت مع الأفعى في جحر واحد. يا الله يا الله يا الله. ذكرتني بأبيات. نعم. على طريقة الومضة، منها ذات مرة قلت: كنملة أرشدت للقمح قريتها قبل الشتاء، الله، فداسوها وما وصل. يا إلهي يا إلهي، يعني سبحان الله، هي المفارقات، هذه المفارقات هي التي تعمل الصدمة. أكيد. النخل وشم، النخل وشم الرمل، والعرجون ذكرى، يا الله، والراحلون يعرجون على سقوف الظل في كنف السعوف، الصيف في نزق العواصف بات يسعى للخريف، والريح هاجت فاستحالت مضغة في الصدر جمرة، رويتها ظمئي فأمست في عدوق الروح تمرة، رويتها ظمئي فأمست في عروق الروح في عذوق الروح في عذوق الروح تمرة تمرة. دامت هذه العذوق نابضة بالجمال، تتلألأ بين دواوينك العالية. للأمانة نتاج واسع ومشرف، ويعكس يعني آلاما مضنية في مسيرتك شاعرة وأديبة كبيرة وناقدة. أشكر. أنا لا أحبذ ولا أفضل استخدام كافة التشبيه كشاعرة، وإنما أنت شاعرة وشاعرة كبيرة أيضا. دكتورة نبيلة، قبل التتمة بالشعر، أود أن أطرح عليك سؤالا ربما كان مشاكسا قليلا. هناك من يقول: الشعر للرجال والرواية للمرأة، ماذا تقولين أنت؟ والله أنا قرأت روايات للرجال جميلة جدا وشدتني بشكل، يعني حقيقة بشكل لافت. نعم. وقرأت أشعارا للنساء. للأمانة لا أعرف، يعني هناك فرص تعطى للرجال أكثر من النساء، فأنا عدد الشعراء في العالم منذ بدء التاريخ، تاريخ الشعر والأدب، إلى اليوم هو عدد محدود، عدد الشاعرات أقصد، مقارنة بعدد الشعراء. هل هي القيود التي تفرض على الشاعرة؟ هل هي الظروف التي تحول دون، يعني أنا أقول لك شيئا. تفضل. أذكر، يعني لا أذكر الشخصية ولكن أذكر شيئا عنها. في أم خالي، أم خالي ابن عم أمي، هذه كانت شاعرة، وكانت شاعرة تقول الشعر ارتجالا، ما شاء الله، لكن لم يذكرها أحد، وطبعا لم تأخذ حظها من التعليم. خالتي تكتب الفصحى أيضا. لا، لكن ابنها اللي هو خالي الله يرحمه كامل الشريف كان يكتب الفصحى، وشعره قوي جدا، ما شاء الله. خالتي تحفظ القرآن، كانت تحفظ القرآن رحمها الله، خالتي الكبرى كانت تحفظ القرآن غيبا وتفسر، وتوفيت يعني، أو يعني جاءتها مرض الوفاة وهي تفسر لابنها سورة النمل، يا الله، وتتحدث، يعني كنا نأتي بالمصحف ونقرأ منه آية، وهي أمية،
نقرأ منه آية تقول هذه الآية رقم كذا من سورة كذا. يا الله معجزة رحمة الله. هذه لو أخذت حقها كانت أصبحت يعني رمزا، معجزة، هي حقيقة معجزة. خذينا إلى قصيدة فيها من الإعجاز ما فيها، فيها من الجمال ما يستحق أن نتوقف عنده كثيرا، تفضل. أريد أن أرسل لأمي بشيء، هل ممكن؟ تفضلي. أقول لها فلتكن لأمينا إذا. لأمي وأمك. تفضلي. مس الصبا خد الصبا فتوردا، الله، والقلب أطربه الجمال فغردا، حور تثنى الحور يرقص خلسة بين الخصور وطبعه أن ينهدا، واحتج تفنيدا للوم وقاره أومى إلى الأوراق منه وعددا، هذه قلوب علقت بحنينها كل تعهده الشجا فتأودا، كل تعهده الشجا فتأودا. لو كان قلبا واحدا لزجرته، لكنها مهج يعذبها الصدى. يا الله. لما رأت حور العيون وحورها هرعت بلا وعي ترود الموردا، تيمنني وأقمن بي وأقمن بين جوانحي فانظر إلي لتستبين المشهد، قد كنت شبه إهابهن مرفلا وغدوت شبه قدودهن مجردا. يا الله. وهذا شجرة الحور، يعني نحن نعرفها، إذا كانت مكسوة تصبح كالعرائس أو كالنساء. نعم. المرتديات أثواب، وعندما يتساقط الورق تبقى جميلة أيضا كالقدود، يعني الشجرة هذه تبقى جميلة حتى لو جردت. مشهد تصويري بديع. نعم. أنت تجسدين الصورة في هذا البيت. نعم. هو إنما وجع القلوب ونارها إن أججت أنى لها أن تخمد، يا الله، وانثالت الذكرى تبث حنينها فغرورقت عين البنفسج بالندى، هل يذكر الباذان يوم تحلقت برك مطوقة بوادي أبردا، يا الله، وتهدل الصفصاف حتى خلته يجثو على أقدامهن توددا، ولنبعة التبان رقراق جرى متموسقا هز القلوب وهدهدا، للماء فعل في الحصى فيحيلها إن عتقت في ضفتيه زبرجدا. الله. للماء سحر في الحصى فيحيلها إن عتقت في ضفتيه زبرجدا. الله، ما أجمل هذا البيت يا دكتور. فإذا تمرأ في العيون وجدته بين الجفون رنا إليك زمردا، والنعنع المنساب حين دعكنه أفضى بمكنون الشذا وتجعدا. الله. وهذه حركة كانوا يعملوها أمي وجاراتها. والمرمر المنساب والنعنع المنساب، والنعنع المنساب حين دعكنه أفضى بمكنون الشذا وتجعدا. الله. أتوقف عند هذه الصورة، كانوا أمي وجاراتها يفركوا النعناع، كان لما يمر إحنا منطقتنا مي ونعناع. أيه. فإذا مرت من عند النعناع تأخذ هيك منه تفرك وتشم، هاي ظلت عالقة في ذهني، ويعني تأخذ الرحيق وتتجعد الورقة. نعم، والشذا يعني يطلع، بس إنه إشي هاي عادي فيهم، تأخذ نعناع وتشمه، تفركه وتشمه. فشوف جمال كيف تترك التوثيق للحظة بكل ما فيها من عاطفة صادقة ومشاعر حقيقية. يمكن هي بتعملها بدون ما تحس انه في حدا عم يرصد هاي الحركة. نعم. ويخزنها في ذاكرته. تفضلي اكمل النص. احاول ان اختصر اذهب بك الى مكان. هلا الأم والجارات يعني. نعم. يجدلن بالقش الجفان كأنما طير تنسق عشها كي ترقد، يغزلن دفئا للشتاء فمن رأى نبضا على هدب الخيوط تسردا. يا الله. يا للهديل إذا أثرن شجونه
بين الخمائل حين رجعه الصدى، تسري بأعطاف الدوالي رعشة، ويعيد وجد في العروق ويميد وجد في العروق تعنقدا، لما تعتق في العذوق بشوقه من ذوبه بين الشفاه تفصدا. كم ظل طير التركمان مهاجرا، فدعته أنغام التناجي فاهتدى. الله. الحسن إن أقبلن قلت مسرمد، وإذا به أدبرن قلت تأبدا. يقذفن باللحظ الحمام، وعندما يقتلن بالأرياق يدفعن الردى. وهكذا إلى أن أقول كيف السبيل، ولا سبيل، فإنما جنب فؤادك أن يزل فتجهد. أنا بدي أصل إلى، لأن القصيدة طويلة، لا بأس. بدي أصل إلى هذا فعلهم في الإنس، فماذا فعلهم في الجن؟ تفضلي. لما كان يشوفهم الجن نقول أو ما رأى الآيات ماثلة له، أو ليس أحرى أن يؤوب ويرشدا. وعدوا بموفور الرضا فتأهبوا، جهدوا الليالي ركعا أو سجدا. علموا بأن الله أصلح بالهم لما أفاءوا واستقاموا للهدى. وسمعتهم يتهاتفون بشارة، طوبى لمن راض القلوب وزهدا. فإذا جنان الأرض هذا حالها، كيف الجنان إذا النعيم تخلدا؟ كيف الجنان دكتورة نبيلة متخلدة. إذا النعيم تخلد، أسأل الله أن يرزقك جنان الدنيا قبل جنان الآخرة، وأن يكتب لك تمام النعيم أنت وكل من تحبين، نحن وجميع المشاهدين بإذن الله. دكتورة، في ختام هذه الحلقة ماذا تودين أن تقولي؟ أنا ممتنة جدا. نحن الممتنون لحضرتك. أعطيتموني هذه الفرصة لأخاطب الناس من خلالكم. نسعد بك. ليصل صوتي إلى مشاهديكم الكرام. هذه يعني فرصة طيبة جدا، وأنا يعني لعلها تتكرر إن شاء الله. سعيدة وسرني أن أكون معكم. ونحن كذلك ولا شك. بارك الله فيكم. إلى الأمام. أنا أقول أنتم منبر حر يستطيع أن يتحدث الإنسان بحرية وبإبداع. أنتم منبر للجمال. منبر للجمال يزداد تألقا بأمثالك. أشكر. دكتورة نبيلة، شكرا لك على جميل الكلمة الطيبة التي قلته بحق قناة الرافدين. وأكيد الحياة ستكون كريمة لنا جميعا بحيث تجدد مثل هذه اللقاءات الطيبة. شكرا جزيلا لك. شكرا. دكتورة نبيلة الخطيبة الشاعرة والناقدة الأردنية. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. في الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر جديد. وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى، دائما كونوا في أمان الله.